بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الويل وعيد من الله سبحانه وتعالى بالهلاك والعذاب والشقاء والخسارة، وقيل أنه واد في جهنم، ولكن المعنى الأول هو الأرجح والأصوب والله أعلم. ويل لكل همزة لمزة. والهمزة واللمزة هو الإنسان الذي يعيب في الناس ويطعن فيهم ويستهزئ بهم ويتعالى عليهم ويؤذيهم بقوله وبفعله. وهمزة ولمزة جاءوا على وزن فعلة، فهو إنسان كثير الهمز وكثير اللمز حتى صارت صفة ملازمة له. أينما ذهب يتعالى على خلق الله ويستهزئ بهم ويطعن فيهم. طيب إيه الفرق ما بين الهمز واللمز؟ الهمز هو طعن الناس بالأفعال أو بالإشارات أو بالحركات، أما اللمز فهو طعن الناس باللسان أو بالقول. يعني مثلا واحد معدي وتلاقي اتنين عمالين يتريقوا عليه، واحد يقول للتاني مثلا يعمل له كده، يرمز له بإيده أو بعينه مثلا يقول له شفت دوت، هو ده الهمز. طيب إيه اللمز؟ إن هو يتكلم عليه ويقول حاجة باللسانه. يبقى الهمز هو الاستهزاء والسخرية والطعن بالحركات وبالإشارات وبالأفعال، أما اللمز فهو السخرية والطعن باللسان أو بالقول. الفرق الثاني ما بين الهمز واللمز أن الهمز يكون في العلن، أما اللمز يكون في الخفاء. الذي جمع مالا وعدده، هو ده السبب اللي خلاه يطعن في الناس، إن هو ظن إن هو لما جمع المال إن هو أفضل من الناس أو أعلى منهم، فصار يستهزئ بهم ويطعن فيهم ويهمزهم ويلمزهم لأنه رأى نفسه أعلى منهم. ولو أردنا أن احنا ناخد كده معنى عام للآيات أو معنى عام للسورة، ممكن نقول الغرور بالمال أو فتنة المال أو التكبر بالمال، هي دي القيمة اللي السورة بتتكلم عنها. الذي جمع مالا وعدده، يعني ايه عدده؟ عدده تأتي بأكتر من معنى. المعنى الأول أنه أحصاه، كل يوم عمال يعد الفلوس يشوف وصل لغاية فين وبقى معاه كام إلى آخره. والمعنى الثاني أنه كثره ونوعه، عمال يكتر في الفلوس، مش مكتفي بألف ولا اتنين ولا مليون، عمال كل ما يجيله فلوس عمال يزداد في الفلوس ويكترها وينوعها. المعنى الثالث أنه تفاخر به، عمال يفتخر بالفلوس اللي معاه. والمعنى الرابع أنه أعده لمعاشه، أي أعده لكبره، علشان لما يكبر يحس بالأمان، لأن الفلوس هي كل حاجة بالنسبة له. الذي جمع مالا وعدده، أي كثره ونوعه وأحصاه وتفاخر به وأعده لمعاشه وكبره. وطبعا جمع المال ليس مذموما على الإطلاق، ولكن عندما يعني لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه ويتعالى على خلق الله ويؤذيهم ويتكبر عليهم ولا يؤدي حق الله، هنا يكون المال مذموم ويكون مصيره زي ما نشوف كمان شوية. يحسب أن ماله أخلده، يعتقد أن المال الذي جمعه سيكون سبب في خلوده في الدنيا. طيب في حد يا جماعة في الدنيا مفكر أنه مش هيموت؟ لا، الكل عارف أنه هيموت وموقن بهذه الحقيقة. طب إيه معنى الآية؟ تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول يظن أن المال سيخلد ذكراه بعد موته، يعني لما يموت الفلوس اللي جمعها دي هتخلي له شأن بعد ما يموت والناس تتكلم عنه فتخلد ذكراه، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل أن في اللغة معنى الخلود هو البقاء لمدة طويلة، فهو ظن أن المال سيبقيه مدة طويلة في الدنيا. المعنى الثالث إن هو بسبب انشغاله بالمال غفل عن أمر الآخرة وغفل عن الموت، حتى كانت أفعاله توحي بأنه سيخلد في الدنيا. كلا لينبذن في الحطمة، أي كلا ليس الأمر كما يفهم. لينبذن في الحطمة، أي ليلقين في النار. والنبذ معناه الاحتقار والمهانة والاستغناء، والحطمة هي النار التي تحطم كل شيء بداخلها، تحطيم معنوي وتحطيم جسدي. وما أدراك ما الحطمة، أي أنك لم تدري بعد ما الحطمة، وهذا أسلوب للتشويق وللتهويل. نار الله الموقدة، الله سبحانه وتعالى نسب النار إلى نفسه للتعظيم ولتهويل شأن هذه النار، وأيضا لبيان عدله سبحانه وتعالى، فهم يستحقون النار، والله سبحانه وتعالى هو القادر على تنفيذ وعده. نار الله الموقدة، فالنار بطبيعتها موقدة، ولكن هذا لتأكيد المعنى،
التي تطلع على الأفئدة، أي الذي تصل إلى القلوب، فبعد أن تحرق الجلود وتحرق العظام تصل إلى الأفئدة فتحرقها من الداخل. والنار لها قوة إدراكية مميزة، فهي تميز وتعرف ما بداخل الصدور وتحرق كل إنسان بما يستحق. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد، أي النار إذا رأت الكفار، النار هي اللي بترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالنار تدرك وتميز وتعرف ما بداخل الصدور. إنها عليهم مؤصدة، أي إنها عليهم مغلقة، بعد ما دخلوا النار أغلقت عليهم. ودوت بيفيد حاجة من اتنين، إنه هو مفيش فرار، لا أحد يفر من النار. تاني حاجة أنها زيادة في الحرق، بما أنها مغلقة فالحرارة تشتد عليهم أكثر وأكثر. في عمد ممددة، وفي قراءة أخرى في عمود ممددة، وكلاهما جمع لكلمة عمود، أي في أعمدة موضوعة ممددة بشكل أفقي. يحتمل أن من بداخل هذه النار مربوطين بسلاسل في هذه الأعمدة يعذبوا فيها. ويحتمل أن النار بما أنها مغلقة فلها أبواب، فهذه الأبواب مغلقة بهذه الأعمدة، هذه الأعمدة من وراء الأبواب. ويحتمل أن النار كلها هذه الحطمة يعني معلقة في هذه الأعمدة. هذا وجزاكم الله خيرا.